من الذي جمع القرآن؟ حينما نعلم أبناءنا وندرس بنقول من الذي جمع القرآن؟ يا إما تقول عثمان، يا إما اللي عايز يعني يطور المسألة شوية أو يعلى بيها أو يقول أبو بكر الصديق. هل هذا الجمع أو هذه الكلمة منضبطة؟ هل جمع الصديق القرآن، هو الذي جمع القرآن رضي الله عنه وأرضاه؟ هل جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه القرآن؟ وأي بشر هذا الذي يجمع القرآن، وعلى أي هوى؟ يعني على أي هوى أنا أجمع هذا؟ يعني أبو بكر الصديق رضي الله عنه أو عثمان حينما يذهب بإقرأ كده للجزء الثلاثين، على أي هوى فعل ذلك؟ من الذي جمع القرآن أيها الإخوة الأحباب؟ وما الذي يجب أن نقوله نحن المسلمين عن الذي جمع القرآن؟ إن الذي جمع القرآن هو الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع مخلوق أن يجمع هذا القرآن، ولا حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما محمد صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الوحي. ولذلك حينما كان ينزل القرآن كان يقول جبريل الأمين لمحمد صلى الله عليه وسلم هذه آية كذا في سورة كذا، قبلها آية كذا وبعدها آية كذا. فمن الذي جمع؟ وأصبحت إشكالية، وإحنا اللي بنفتح الباب بإيدينا لمن يريد أن يطعن في القرآن. حينما نقول إن عثمان هو الذي جمع أو إن الصديق هو الذي جمع، لا والله، الذي فعله الصديق والذي فعله عثمان ما هي إلا كتبة أولى وكتبة ثانية، أو إن شئت فقل جمع للرقاع في عهد أبي بكر الصديق، فهذا جمع عن جمع. وأعرض فورا لحضراتكم الآية التي تتأكدون بها ويتأكد بها معي أن الذي جمع القرآن هو الله تبارك وتعالى. حينما لكن بالنسبة للنص القرآني وبالنسبة للجمع القرآني، وهذا الذي أعرضه الآن حالا لتتأكدوا معي أن الذي جمع القرآن هو الله. وتلك كلمة يجب أن نصحح بها أيضا بعض المفاهيم. حينما يقول رجل واحد منا أنا أحفظ القرآن، الذي يحفظ القرآن هو واحد سبحانه وتعالى. إن نحن نزلنا الذكر وإن له، أنت أرجو أن نسمع الآيات بتدبر، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذه آية لا تقبل المناقشة ولا المجادلة، وأرجو أن لا يأخذنا الكبر كما يفعل البعض منا حينما تقول له صحح، لا يقولك أنا ما أقصدش، لا ده جمع، نقصد جمع بمعنى، لا عدل الكلمة لله. وأرجو أن نسمع الآية مرة أخرى، لا تحرك به لسانك لتعجل به. الكلام موجه لمن؟ لرسولنا صلى الله عليه وسلم. يا محمد اطمئن، اهدأ، لا تتعجل. هذا القرآن الذي تريد أنت أن تسرع خلف جبريل لتحفظه، من الذي سيحفظه ومن الذي سيجمعه؟ إن الذي سيجمعه هو الله تبارك وتعالى. اطمئن يا محمد، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، كمان لا تقلق، فإذا قرأناه فاتبع. فمحمد صلى الله عليه وسلم متبع لجمع، ومتبع لقراءة، ومتبع لكل شيء ينزل به جبريل. لا يستطيع الرسول أن يأتي بشيء من عنده. يعني أنا أؤكد لحضراتكم أن حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يجمع القرآن. مين اللي يقدر يجيب سورة البقرة رقم 87 في ترتيب النزول يحطها نمرة 2؟ مين اللي يقدر يعملها دي؟ أي حد يجمع يقدر يحط يعمل كده؟ على أي هوى؟ ولماذا تأتي سورة البقرة نمرة 2، سورة الفاتحة في ترتيب النزول رقم كام؟ بلاش الفتحة، يمكن الفتحة قريبة في مع الترتيب، يعني 5 و1 قريبين، لكن اقرأ سورة العلق نمرة 1 نزول، محطوطة فين في المصحف؟ في الجزء 30. مين اللي يقدر يعمل كده؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لا والله. عثمان بن عفان؟ لا والله. ولا حتى محمد صلى الله عليه وسلم ولا رسول الله، ما يقدرش. ده أنا زي ما بقول لهم، فتصدى لهم من؟ الله تبارك وتعالى. وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظه. وقال في توصيفه لهذا الحفظ، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه
ولا من خلفي، مش ممكن، لأن الذي تصدى والذي تعهد سبحانه وتعالى بالحفظ لهذا الكتاب.